الله يسلمك. لا عندي راتب مرعاه ولا مقدم ولا شيء. زين. لا راتب رعايه؟ وكل شيء ما عندي على الله وعلى اهل البيت. زين. انا اخدمك. نعم. زين. قاعد اول شيء اجار. زين. لاكو تعيين، لاكو شغل، هاي من الصبح للعصر، كفيلك الله يعطيك 20 لا 25. انت صارت لك هنا 12000. يعني بس اسمح لي. تفضل. هسه انت زاد فضلك، انا هسه انت هذا الوزن هذا اللي هو مهم طنين لو اقل؟ اقل اقل. اقل من طنين. انت لا مقدم على الرعايه؟ لا متقدم كل واسطات. هسه اترك هذا الموضوع مال الواسطات، احنا اللي احنا الواحد يقول لك اذا عندي تقدر تساعد ساعد. صحيح. ماشي؟ صحيح. انت مقدم على الرعايه؟ لا والله ليش اكذب عليك؟ تقدم على الرعايه؟ تقدم؟ على وا والله اقدم، على وا. انت اترك لي رقم تليفونك يا سجاد المصور. ان شاء الله. ماشي؟ ومن تقدم؟ قاعد اجا ويا دوب تلحق نوباتك ابو البيت. زين والله ليش اكذب عليك؟ زين نشوف نوبات ما عندنا وهاي. زين والله يساعدنا الرجال ما يحكي. زين هاي بس هذيك المره خطي ابنه غث امي. زين حتى قامت تبكي ونعمل اجار صعب هالوقت. زين عمي الله ياخذ اماته بس كون اعطي لاهلي بيت. لا لا اسوي المستقر والله عم عاد راتب جهالي والامي. زين والقران يعني هذا من الصبح لسه كفيلك الله من الصبح للعصر يعطيك 20 25. والقران هذا الحمل يعني مو اول درب اسحب 10 دروب 15 يعني درب اكثر من درب اكثر من درب يعني هسه بما معناها انه انت تشتغل من الصبح للعصر عم تعمل 25000. اي والله وصل الولد كلهم هنا نقليات تعرف انت. زين مو اقول انا لا درب تاسر تاج لا درب 25. زين بس اقول الحمد لله وشك بس على عالم على هاي الحكومه كنت تتفت هاي الشعب الفقير.